نظمت السلطات الولائية بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية سكيكدا حفلا تكريميا على التلاميذ المتفوقين في الأطوار التعليمية الثلاثة. حفل حضره إلى جانب التلاميذ المتفوقين أهاليهم، حيث عبر الجميع على فرحتهم بالنتائج المحققة، وكذا بهذا التكريم الذي اعتبروه اعتراف للمجهودات التي بذلت في سبيل تحقيق هذه النتائج. يذكر أن ولاية سكيكدا حققت هذه السنة نسب مئوية أكثر من النسب الوطنية ما في كل الأطوار. محمد حمد. كان جيد جدا، وكنت أشعر بالفرحة الغامرة، وكنت لا أتوقع كل هذه الهدايا والتكريمات. فرحة كبيرة جدا، لقد فوجئت بالنتيجة، والآن تمكنت من إسعاد أسرتي وعائلتي، والدي خاصة. طبعا هذا النجاح لم يكن وحده، وإنما كان ثمرة مجهودات وتوفيق من الله تعالى، وكذلك والدي. يعني احنا جد مسرورين بالنتائج هذه، لا وهذه النتائج اللي جات بفضل تضافر الجهود تاع الجميع من إدارة، أساتذة خاصة، والمجهودات المبذولة من طرف الجميع. حققت ولاية سكيكدا النجاحات في مختلف الامتحانات المدرسية عبر الأطوار التعليمية الثلاثة، وهذا بسجل نسب مئوية أكثر من نسب الوطنية.